المرأة في المسجد. مدام ده مسجد. إذا يوجد مصلى خاص بالنساء تدخل مصلى النساء ولا تدخل مصلى الرجال. مدام ده كان فينا في مسجد سيان إلى دوا سبيشال باريد مسجد كلاك بن مدام ده يه يالكوت بن مدام. إذا لم يكن هناك مصلى للنساء. سينا با إبا إن ديبارتمان كومبارتمان كي بن مدام. والمسجد فيه متسع يعني لا يكون المسجد يعني ممتلئ بالرجال. إيه مسجد يوفي. تصلي في آخر المسجد. نعم، المرأة في المسجد لابد أنها تحافظ على حرمة المسجد كما يحافظ الرجل. Et madame, il besoin préserve l'honneur la cause Allah si c'est par un homme par une nouvelle messie nous besoin لكن إذا خرجت المرأة من بيتها وكان عندها خلل في حجابها أو تكشف تمنع من الذهاب إلى المسجد. المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة على الصلوات المفروضة الخمس. وصلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد.